لو الحكاية فيها إن فيديو. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة رمضان النهاردة هنتكلم عن ازاي نهيئ بشرتنا قبل ما نحط الميك اب الصباحي قبل الفطار. طبعا احنا بنعمل الروتين اليومي لكل بنت, بتعمل الروتين اليومي لوشها. دلوقتي احنا هنغسل وشنا بالغسول بمية فترة, وطبعا كل بنت ليها الغسول المناسب لبشرتها, وبعدين نستخدم التونر, او لو ما فيش في بدائل غير التونر مية ورد او مية النعناع, وبعدين نحط الكريم المرطب او جل الصبار. تمام, احنا كده هيئنا البشرة. هنبتدي نحط البرايمر عشان المسام المفتوحة نقفلها, وبعدين نبتدي نحط الميك اب بتاعنا الصباحي. لو احنا عندنا مشكلة هالات سودا هنعالجها في زيت لوز مع بشر خيار, وانا عندي الكوتن باد, انا هي واحدة طبعا انا قسمتها اتنين, بحطها في الخليط المية زيت اللوز مع البشر الخيار, واخليه الكوتن باد تمتص كل الخليط ده, وابتدي احطها تحت عيني كده بالمنظر ده لمدة 10 دقايق. الماسك ده هنعمله يوميا عشان ده بيعالج الهالات السوداء. بعدين طبعا هنبتدي بقى الميك اب.